نبدا مع قمه الفخامه يلي هي طبعا رولز رويس وسيارتها جوست يلي شكلت 50% من مبيعاتها السنه الماضيه، يعني حوالي 1000 سياره. واليوم هالشركه البريطانيه عم بتقدم فئه جديده منها يلي هي جوست 2، واكيد اعتمدت على نفس تجهيزاتها الميكانيكيه، ولكن صار في بعض التعديلات بتصميمها الداخلي وبعض الخطوات الخارجيه. بالحلقه كمان حنتعرف على سيارتين جديد من عم بي ام دبليو عم بتقدم منهم الجيل الثاني، هن البي ام دبليو اكس 6 واكس 5 ام يلي اليوم عم توصل قوتهم ل 575 حصان. واكيد اليوم سيارتين جديد هن اختباريه من عند لامبورغيني هي الاستيريوني يلي حتكون سوبر رياضيه بالمستقبل اللي حتوصل قوتها ل 900 حصان بلس، واكيد سياره جديده من عند صانع الالماني اودي هي الاختباريه اودي تي تي سبورت باك. وخلينا نبلش حلقتنا هلا مع زميلنا ابراهيم يلي اختبر جوستو على طرقات دولة الامارات العربية ونتعرف اكثر على تفاصيله. مثل ما بنعرف نحن السيارات البريطانية العريقة ما عادت بريطانية الا بالاسم. اليوم رولز رويس صارت مع بي ام دبليو، بنتلي مع مجموعة فولكسواجن، ولكن التكنولوجيا عم تتطور عم تتحسن اكثر واكثر. اليوم هالشركات بدها بالاحرى الشركات الالمانية اللي اشترت الشركات البريطانية بدها تاخذ حصة اكبر من البريميوم كارز بالعالم. نحن مثل ما بنعرف انتاج السيارات بالعالم هو حوالي 60 مليون سيارة بالسنة، بس البريميوم ما بياخذ اكثر من 87%. اليوم رولز رويس قدمت من حوالي 5 سنوات سيارتها جوست. سيارة الجوست ليش؟ بدأ سيارة متوسطة، يعني متوسطة بالنسبة لرولز رويس، يعني مش فانتوم الكبير اللي هو بدأ سائق، سيارة بيقودها صحبة يعني، وبذات الوقت تكون سعرها معقول، سعرها معقول بالنسبة لرولز رويس، يعني ما يكون حقها مليون دولار، يكون حقها حوالي 350 ألف دولار 400 ألف دولار. بذات الوقت يقدر صاحبها يتمتع فيها ويدفع ثمنها ويكون في إلها ريسيل فاليو عالي. تكنولوجيا ما في شك أخذوا شوي بالتكنولوجيا الألمانية حتى كمان نوفر بكلفة الصنع. والسيارة اليوم الجوست أخذت المحرك اللي هو من 12 أسطواني 6.6 ليت مع توين توربو بيولد 583 حصان، ولكن المهم جدا بهالسيارة هو عزم الدوران يلي حوالي 780 نيوتن متر، يعني عزم دوران مرتفع جدا، ولكن بناخذه على الدوران الادنى للمحرك 1500 برمي بالدقيقه، يعني هذا بيعطينا تسارع صارخ جدا بالنسبه لسياره وزنها 2 طن فاصل 200 كيلوغرام، يعني 2200 كيلو عم نقدر نعمل فيهم من 0 ل 100 كيلومتر بالساعه تحت الخمس ثواني، يعني سائقها بالفعل بتمتع فيها. اليوم بعد 5 سنوات رولز رويس عم أدخل التطويرات مثل ما بيقولوا فيس ليفت، تطويرات مش بس تجميلية ولكن فعالة أكثر على الجوست خاصة من الداخل. تطويرات مهمة كتير لتحسن فعالية القيادة ويقدر تعطي تأدير أفضل، مرونة أفضل، وبذات الوقت سائقها ما يعاني منها خلال مشواره معه. اليوم نحن بدولة الإمارات العربية لنختبر جوست 2، هالسيارة جديدة بالكامل يلي تمنها يمكن يكون حوالي 350 ألف دولار. طبعا هالأسعار بتختلف من بلد لبلد بالدول العربية بدول الشرق الأوسط حسب الرسوم الجمركية، ولكن يعني بعدها بالبريميوم أغلى من أي سيارة تانية، يعني السيارات الألمانية اللي مثلها بيقول له يعني هي بتزيد بسعرة عنهم بين 200 و 250 ألف دولار. فخلينا سوا لنختبر جوست 2 بدولة الإمارات العربية. اشتغل مهندسي رولز رويس على تطوير تصميم الجيل الثاني من سيارة جوست لأرضاء متطلبات زباين العلامة البريطانية العريقة بصناعة السيارات الفخمة، وبميل النظر مباشرة للمصابيح الأمامية المعاد تصميمها مع مصابيح إنارة بتشتغل بالنهار بحيث تعطي شكل جديد وأكثر ديناميكية، مما بيمنح جوست الجيل الثاني بصمة بصرية مميزة من الأمام وبيندمج تماما مع تحسينات السطح بمقدمة السيارة. بيشير خط الانسياب ويك تشانل المستدق على غطاء محرك السيارة الناشئ من أجنحة تمثال روح السعادة Spirit of Ecstasy لمنظر مسار بخار طيارة بدلالة على ديناميكية السيارة.
تخلق مصدات جوست الخاضعة على إعادة النحت الخفي حالة أقوى وشعور بالعرض والطول إضافيين مع تعزيز الجمالية المعاصرة بإضافة الكروم عند مداخل الهواء الأمامية اللي بتوصل المزيد من الهواء البارد للمكابح الأمامية. بتحظى ملامح رولز رويس بمظهر ديناميكي أعيد تصميم خط القوة الشهير بجوست الجيل الثاني للمزيد من الانحناء للأمام للتركيز على ديناميكية سلسة والمناسبة. تضمن هالسمات إطارات جديدة بقياس 21 إنش عند الطلب وعجلات قياسية بقياس 19 إنش، كما تم تعزيز الراحة والأناقة الداخليتين بالمقاعد المعاد تصميمها، بتكمل دعائم الفخذين القابلة للتحكم إلكترونيا لركاب المقعد الأمامي الهيكلية الجديدة للمقعد، وبتبلور مستويات الراحة الداخلية العالية بجوست، وبتضمن تحسينات تصميم المقعد الخلفي راحة أفضل للي بيرغبوا بالعمل أو الاسترخاء ببساطة. بتصميم مقاعد الصالون تتجه المقاعد بشكل طفيف نحو بعضها البعض لخلق جو من الحميمية بما بيسمح للركاب بالتحدث بشكل أسهل. المقاعد متوفرة بتدفئة من 3 مستويات وبوظيفة التدليك الاختياري ويمكن التحكم بانحنائها لتأمين الراحة. خضعت أقراص الأدوات والساعة لتحسينات بسيطة مع وضع أكاليل معدنية ملمعة فردية حول الأقراص، وبذلك إشارة لدقة تصاميم ساعات اليد الفخمة وذات الصنع اليدوي، بحين أن قاعدة العقارب من الكروم غير الملمع تطفو بوسط كل مؤشر. وكما ذكرنا من قبل بتتوفر رولز رويس جوست الجديدة مع محرك مؤلف من 12 أسطوانة سعة 6.6 لتر مع شاحنة توربو قادر على توليد قوة 570 حصان عند 5250 دورة بالدقيقة مع عزم دورة مرتفع بيبلغ 780 نيوتن متر، متوفرة عند دوران منخفض للمحرك بيبلغ بس 1500 دورة بالدقيقة. وتم وصل محرك رولز رويس جوست الجيل الثاني لعلبة دروس أوتوماتيكية نوع ZF مؤلفة من 8 نسب أمامية. أما بخصوص التأدية، بتقدر جوست الجيل الثاني البالغ وزنه 2360 كيلو الانطلاق من 0 ل 100 كيلومتر بالساعة بخلال 4.9 ثواني وبلغ سرعة قصوى محددة إلكترونيا ب 250 كيلومتر بالساعة.